انا كابتن سعيد زايد مدرب 2001 بفرقه نجوم اولادي. احب اشكر مجلس الاداره برئاسه اللواء محمد سعد زروح حرمه المدام سهير والمهندسه عزه الرفاعي، وبشكر طبعا الكابتن نور شعبان مدير القطاع وكابتن شوقي، وبشكر زمايل المدربين كابتن تامر وكابتن صالح. وان شاء الله البطوله اهلا، انا اسمي الشيف يوسف، من لاعب نجوم اولادي. احب اشكر سياده اللواء محمد سرور وحرمه، لان هم دعمونا جدا الفتره اللي فاتت، وهم السبب في اللي احنا نلعب في الدوري. وطبعا كابتن سعيد سيد لدعمه وخلانا فعلا نبقى لعيبه فعلا اقوياء. بسم الله، انا كابتن ابو رشدي، مدير اداري قطاع نجوم اولادي. اول حاجه احب اشكر استاذ اللواء محمد سرور ومدام سهير ومدام نجوى مجان نجوى ومدام مدام معزه على المجهود اللي هم عملوه معانا الفتره اللي فاتت وعلى المجهود والدعم. كان نادر مدير اداري فرقه نجوم اولادي، وبحب اشكر اللواء سرور وزوجته مدام سهير، وبحب اشكر مدام عزه ومدام نجوى. انا حسام مرجان، شايف اسم ميسي، بلعب في 3، بلعب مخط وسط، وبحب اشكر مدام سهير واللي هو سرور، وبحب انت Hey guys, I'm Basim from Nagum Already, and I want to thank the manager because he is strong and he gave us power to play good in this Liga, and he helped us to go to the Liga and play well. And also I want to thank Madam Azza and Captain Saeed. نور الشريف، بشكر نجوم اولادي وبشكر سيادة اللي هو المدير على مدير الاكاديميه، وبشكر جدا المدير الفني كابتن سعيد زايد، وبشكر كل الدعم لمدام عزه ومدام سيادة اللي هو، وبشكر طبعا اولا واخيرا مدير قطاع الكره نور سعيد. ورجعنا بعد الفاصل، وطبعا شفنا جمعيه اولادي بيشكروا طبعا سياده اللواء محمد سرور لدعمه الكامل والعظيم للجمعيه وايضا اكاديميه اولادي. طبعا من هنا بمرنكم دنيا الاحتراف مش ارضى من نشكره طبعا على دعمه الكبير لجمعيه اولادي، وهو فعلا الرجل العظيم والكبير والاب لكل الموجودين في بطوله موهبتك، وايضا بالنسبه لنجوم اولادي. طبعا بعد الفاصل رجعنا بقى ايه على حاجات بقى الكوره واللعبه الحلوه المباصيه، هات وخد. طبعا ضيوفي الاعزاء والكرام وكابتن احمد محفوظ اللي منورني ومشرفني، طبعا المشرف العام على اكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه السعديه. اهلا بيك يا ابو الكباتن. اهلا بيك يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا استاذ محمد، يعني لقاءاتك ناريه. ربنا يخليك يا محمد، ده شرف لنا كبير. انا شرف لي انا موجود في القناه. ربنا يخليك. ايضا في المقابل كابتن سعيد حسين. اقول بقى كابتن سعيد حسين، اقول النجم العظيم الكابتن الكبير كابتن سعيد حسين، المدير الفني لاكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه السعديه. شرفتونا ونورتونا يا كابتن، شرف لي وشرف عظيم ان انت النهارده موجود معانا. النهارده مدير فني كبير داخل الاكاديميه، يعتبر احسن اكاديميه في مصر طبعا، نمبر 1 صراحه. ربنا يخليك. ابدا طبعا بكابتن احمد محفوظ. النهارده بقى عايزين نتكلم بقى كوره، تمام؟ نقول شفت التصريحات الناريه لمستشار مدرب منصور اللي بيقول فيها الغاء الدوري لهذا الموسم، ايه رايك في هذا الكلام؟ لا طبعا كلام يعني مش منطقي، لان اللي بياخد القرار اتحاد الكوره، يعني هو هياخد قرار بالنيابه عن ايه؟ انت هتاخد قرار اتحاد كوره اللي هو هيلغي ولا مين اللي هيلغي؟ هي مش في قرار، مش في ايد رئيس نادي، لا القرار في ايد اتحاد الكوره. ولكن هي المسابقه بامانه ربنا الدنيا صعبه، صعبه جدا ان انت تبدا موسم او تكمل، لان احنا خلاص احنا في شهر كام دلوقتي؟ الموسم الجديد المفروض هيبدا امتى؟ وانت عشان تعمل فتره اعداد انت محتاج على الاقل، والكابتن سعيد معايا، محتاج على الاقل 12 اسبوع عشان تبتدي تعد فرقه لموسم جديد. انا عايز اقول لك كمان ان الموسم الجديد هيبقى صعب، صعب جدا، لان انت عشان تعمل فتره اعداد محتاج وقت كبير جدا 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 جدا. هو اصلا استاذ مشرف مطلع منصور قال الكلام ده عبر يعني اقول بعض القنوات او في احد التصريحات اللي قال عليها ان هو بيطالب بالغاء الدوري. ثانيا ان هو بيقول اقاله بالنسبه للجنه الخماسيه تحت طبعا نقول يعني مجموعه من اللجنه الخماسيه لكره القدم اتحاد الكوره،
وبيقول هذا الموسم كان لم يكن. هو مسؤول عن القرارات اللي بياخدها، لكن هو القرارات زي ما قلت لحضرتك قرارات اتحاد كوره. هو مسؤول. انت ممكن اتحاد الكوره ممكن يشيل اتحاد الكوره، قال لك كده خلاص اتحاد الكوره. طب هو ازاي يعني؟ ما ينفعش طبعا، اتحاد كوره موجود يحترم. انا عمرو الجنايني ويقول لك كده خلاص وما لا لا طبعا دوره بتاعه انتهى يعني. لا لا قرار اتحاد الكوره لا، هو قرار، هو سياده المستشار مسؤول عن القرارات اللي بياخدها، مسؤول عن التصريحات اللي بيقولها ديت، هو مسؤول عنها. لكن هو مش لوحده في ولو حق الرد طبعا، ممكن احنا بنحاول نعمل معاه طبعا 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 ولو حق الرد هو ليه حق الرد وليه حق التصريحات اللي هو بيقولها، وكل واحد ليه وجهه نظر يقولها. لكن في هو انا مش لوحدي، انا معايا فرق تاني في الدوري. انا عندي رابطه انديه ماشي. انت طب انت عندك اهلي متصدر دوري، عندك المقاولين اللي هي الفرقه بتاعتنا تاني. طب انت هتنهي، طب انت لو نهيت هتنهي لصالح مين يعني؟ انت تاني، طب هتبدا الموسم الجديد مين اللي هيبدا؟ كابتن سعيد مثلا مين هو مين بطل الدوري السنه دي بالزبط. انت لو لغيت مين ده بطل الدوري؟ بقول لك كان بالظبط الدوري ما اتلعبش. هو مسؤول عن التصريحات بتاعته بصراحه. والله انا بنحاول ان نتصل بيه ولكن للاسف طبعا هو ليه كل الاحترام وسياده المستشار عبد المغني من فوق. طبعا مقبول للجميع يعني طبعا 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 وجهه نظره هو، سياده المستشار عبد المغني من فوق هو ليه قرارات هو مسؤول عنها طبعا. في المقابل المدير الفني طبعا لاكاديميه المقاولين العرب، نتكلم بقى شويه عن الاكاديميه. وانت مدير فني كبير وعظيم، الناس كتير جدا بتقول عليك انت مشاغب، الناس كتير جدا بتقول عليك انت مشاكس، ولكن انت موجود معنا في الكواليس كنت بتتكلم معايا عادي جدا. ايه الرساله اللي توجهها للناس اللي بتقول عليك هذا الكلام؟ والله انا بشكرهم جدا، بشكرهم جدا، بشكرهم جداً. طبعا لان هم السبب، كلامهم السبب اللي اجل حضرتك وصور على الهواء مع حضرتك. طب ايه الرساله اللي توجهها ليهم؟ عشان هل يا ترى انت هل بينتقدوك عشان انت كنت نجم وكبير وانت راجل خليك اسم في مجال الكوره؟ والله يا حضرتك بص، هو يعني اقرب حاجه بيقولوها عدوك عدوه مهنتك. سليم، وصعب قوي ان تلاقي واحد دلوقتي ناجح ومالوش اعداء. صح، مستحيل يعني الحمد لله ربنا كرمني بمنظومه محترمه زي المقاولين العرب، كابتن احمد محفوظ مشرف علينا، والكابتن حسن الغرباوي مدير العام اكاديميه، والكابتن خالد كرم، والكابتن مختار حنفي، واستاذ احمد سمير. لا، منظومه محترمه، منظومه هيئه، وبنطلع لعيبه كوره. يعني تعال اتفرج حضرتك عندنا من اول، انا مش بقول دعايه بقى، انا بقول الحقيقه، من اول كي جي لغايه الفريق اللي هو ال 2099. لا، حاجه محترمه، حاجه تشرف. طيب ازاي بتتعامل معاه بالنسبه للناشئين زي ما انت بتقول كي جي 1؟ يعني ده لسه طفل صغير، لسه بيبيهات. يعني لسه بتعلم يعني ايه كوره. والله حضرتك انا باخد التعليمات كلها من كابتن احمد محفوظ. لا، انا عاوزك تتكلم، انت مدير فني. تمام. جاب كابتن احمد محفوظ معلن ورسم من فوق ومشرف العام. تمام. لكن انت مدير فني، ازاي بتتعامل معاهم؟ انت بتتعامل مع شباب او اطفال صغيرين في الملعب؟ بالنسبه للاطفال بتعامل معاهم، بنزل لسنهم. تنزل لسنهم طبعا. بتعامل معهم بقلب، بتعامل معهم بروح كويسه، بتعامل معهم بلين. طفل استرزو الرباط بتاعه بننزل نربطه له، ده واجب علينا طبعا، ده واجب علينا. بنطبطب على اللاعب، ما بنسمحش ان قبل ما اللاعب لو وقع، الطفل الصغير ده لو وقع في الملعب، قبل ما ولي الامر يقول حط ايده على قلبه، احنا بنجري عليه كلنا عشان نشيله من على الارض ونطبطب عليه ونشوفه ونمسح دمعته ونرجعه نحببه في الكوره. ده عندنا اولاد بيعيطوا بدموع عينيهم ان هم عايزين يرجعوا للتمرين تاني. يعني والله يا كابتن، والله بصراحه كابتن احمد محفوظ اتكلم معايا في الكلام ده، قال لك انا بدي كورسات والناس قاعده في البيوت. طبعا 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 يعني. كابتن احمد محفوظ ما بيسكتش، يعني تلاقيه دايما بيتكلم مع الاولاد، يتكلم مع اولياء الامور، يتكلم مع الجروبات، النظام الوعي والديني، النظام الرياضي، ازاي تعملوا ايه في الرياضه، تلتزموا بقى في الوقت ده ان انتوا تقربوا لربنا سبحانه وتعالى شويه، تقربوا ماما، تقربوا للجو الاسري الجميل كده. وبالنسبه للناشئين، لا، الناشئين دول انا بعتبرهم ولادي واخواتي الصغيرين، يعني جوه الملعب هو لعيب وانا مدرب، بره لا، كلنا اسره واحده، كلنا مترابطين، كلنا يعني اخوات. لو ولد لاعب عندي عنده مشكله بيتصل بيا على الموبايل، كابتن حصل كذا كذا اعمل، اقول له اعمل كذا كذا كذا، لو اي حاجه في سبيل ان هو يبقى مرتاح نفسيا. فبالتالي انا الحمد لله رب العالمين، القصد العمل اللي معانا كله يعني. كله متقارب مع اللعيبه، يعني مش انا بس، لا كله. طب كابتن احمد، يعني كابتن سعيد كان بيتكلم عليك كتير جدا، يعني حاجات حلوه، ونقول بقى يعني زي ما قلنا الحلقه اللي سابقه احسن اكاديميه في مصر يعني، ولكن في ناس كتير جدا عبر الصفحه الرسميه لدون الاحتراف عاوزين يتواصلوا مع الصفحه الرسميه لاكاديميه المقاولين العرب. قول لهم يا جماعه على الهواء ازاي يتواصلوا.
انا زي ما قلت لحضرتك. وقول رقم التليفون عشان احنا نتكلم بقى بصراحه. لا انا قلت زي ما قلت لحضرتك، هو يخش من على الفيس بتاعه يكتب مقاولين العرب فرع الجيزه السعديه، تمام، هيلاقي كل الصفحه، هيلاقي كل التليفونات عنده والشغل كله موجود قدامه. تريد تاني عشان بدك ناس تسمع. اكاديميه المقاولين العرب عبر الفيسبوك ولا ولا على جوجل؟ من على الفيس، من عنده، من على صفحته، بيخش يكتب المقاولين العرب فرع الجيزه السعديه، هيلاقي البيانات كلها قدامه. هايل يا كابتن. الحاجه الثانيه بقى اللي انا بس ايه، انا طبعا كابتن حسن عامل تدريبات بيبعتها للولاد من اصغر سن لاكبر سن، وحدات تدريبيه يشتغل ازاي. اللي جايبه ايه بقى استاذ محمد؟ ان المدربين هيشتغلوا مع الاولاد لايف، تمام، يبقى شايفه، يبقى شايف المدرب بتاعه وشايف الشغل بتاعه. يعني يشتغل معاهم. لا في شغل، احنا مش سايبين الولاد، يعني احنا مش سايبين الولاد. لا في شغل شغال كويس جدا 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 عن خلال طبعا الكابتن حسن غربو، طبعا انا بشكره من هنا. والحاجه الثانيه بس انا بعزي، انا عندي ابن عمة مراتي توفى، انا بعزي المدام عندي، وبعزي ابن عمه. انا عارف انت جيت النهارده بصعوبه النهارده. الاستاذ اسلام علي انا بعزيه من هنا من على الهواء مباشره، بقول له البقاء لله. البقاء لله طبعا، احنا الله يرحم الجميع طبعا. يا رب العالمين، يا رب يكون اخر الاحزان. يا رب. انا عارف يا كابتن ان انت النهارده جاي محمل برساله بخصوص اكاديميات او مؤسسه اكاديميات يعتبر مشيت البكاري. ايوه. عاوز اعرف بقى هل يا ترى ليه تاثير بخصوص الاكاديميات اللي انت موجوده معاك انت تحت رعايتك، ولا اكاديميه المقاولين العرب هي الاساس والدولت انت حاططهم كده يعتبر منظر، ولا هم دولت بيكملوا معانا؟ لا انت بص، في شغلك يا كابتن بيبقى شغل احترافي. انا اولا طبعا انا بيتي ومكاني الاساسي المقاولين العرب فرع الجيزه، لكن انا طبعا انا شغال في منشيه البكاري عندنا الاكاديميه، طبعا موجود معايا طبعا الكابتن سامي حمدي مدير الاكاديميه، معايا الكابتن عماد كرم مشرف، صور نازله طبعا يا كابتن احنا بنتكلم طبعا، يعني مشرف عام الكابتن عماد كرم، ومعايا طبعا الكابتن محمد، ومعايا طبعا كابتن ابو عمار، معايا كابتن محمد خليفه، ومعايا كابتن ابو عمار ده مدرب اجنبي موجود معانا في اكاديميه منشيه البكاري. هايل يا كابتن. انا هل يا ترى هل ليه تاثير على المقاولين، ولا منشيه البكاري هتبقى هي الاساس؟ لا المقاولين هو الاساس، والمنشيه دي احنا شغالين فيها ان احنا، انت عارف الولاد طبعا ما بيصدقوا مثلا ايه حد جاي من المقاولين العرب، انت عامل اكاديميه، انت عارف بتبقى الاسم برضو، والولاد بتبقى حابه ان انت تكون موجود، بيبقى مثلا عامل معاهم علاقات، شغال معاهم نفس الشغل انت شغاله في المقاولين. انت شغلك كابتن محمد انا زي ما قلت قبل كده، اتعامل بما يرضي الله مع صح. اي سن وفي اي مكان انت شغال فيه، انت شغال هنا بتاكل من هنا عيش، وشغال هنا بتاكل من هنا عيش، بس لازم تخلص في العمل اللي انت شغال فيه. هي. لازم تشتغل بما يرضي الله. انت توجدت فين يا رب تكون بتشتغل في اي مكان، انت توجدت اشتغل، بتاخد 5 قروش اشتغل بما يرضي الله، اشتغل مع يعني انت قبلت اللي انت اشتغل ب5 قروش اشتغل بما يرضي الله. ما تقولش انا باخد 5 قروش فمش هديهم على قد 5، لا طبعا الكلام ده مرفوض جدا. انت اشتغل بما يرضي الله، قبلت اللي انت تشتغل اشتغل في اي مكان واشتغل بما يرضي الله. كويس انت عامل سيستم، عامل يعتبر كيان انت حاطه بخصوص ولاء الامور واللعيبه. انا بجد انا برفع القبعة عليك بامانه حبيب. واتمنى بقى ان ننزل بامانه ربنا دنيا الاحتراف تكون موجوده بتغطي مشيت البكاري وايضا الاكاديميه المقاولين العرب ده بعد اذنك طبعا حبيبي على الواقع، عشان نتكلم بكل صراحه مع الناس ونقول لهم يا جماعه هذه الاكاديميه احنا مش على الارض الواقع فعلا شغاله عن جهد وشغاله عن عرق زي النهارده يطلعوا ناشئ كره القدم. طب انت النهارده في حته كره القدم بقى، واطلع بقى شويه عن الاكاديميه بخصوص نادي الاهلي. النادي الاهلي ان هو اقول بقى مع احترامي ليك لكل الاهلاويه او الزملكاويه، النادي الاهلي يا جماعه واقول اهوت نقول باع نجومه واولاده، علشان احنا شفنا طبعا شريف اكرامي، حسام عاشور، النهارده احمد فتحي، او كم يوم 3 ايام احمد فتحي. للاسف النادي الاهلي وعلى مسؤوليته الشخصيه باع اولاده ونجومه. الكلام ده هل يا ترى فيه اي شك من يعني الكلام اللي بقوله غلط، ولا فعلا احمد فتحي مشي من الاهلي، حسام عاشور مشي من الاهلي، وادي شريف اكرامي فعلا بيبيع نجومه واولاده، ولا ايه رايك في الكلام؟ الاهلي ما بيبيعش نجومه ولا اولاده. انت قعدت على ترابيزه المفاوضات، ولكن هم دول الكواليس بتوعه. لا ايه الكواليس؟ انا ما انا بس مع احترامي لاي حد، انت النهارده احمد فتحي مشي ليه؟ احنا ما نعرفش. لا احمد فتحي عشان طالب اصلا في العقد بتاعه ان هو عاوز فلوس زياده، لا وعاوز يجدد عقده 3 سنين. لا ما هو ده مش بتاعتك انت، دي بتاع مجلس اداره. انا عايزك قد ايه؟ انت احمد فتحي انت مش هتفرض عليا، انا عشان افرض على مجلس اداره نادي اهلي انا كعمد فتح عايز 3 سنين ونادي الاهلي وافق؟ انا واحد من الناس اللي بشجع الاهلي، مشجع الاهلي، ان لما يجي لاعب يلوي دراع منظومه زي النادي الاهلي، ان انا المفروض لما اذكر النادي الاهلي المفروض ان انا اقوم اقف
احتراما لاسم النادي الاهلي، لما ينفعش ان لاعب يلوي دراع نادي اهلي او اي نادي في مصر ايا كان بقى، مع احترامي لاحمد فتحي. طب خد بقى خد المفاجاه دي، وليد سليمان كمان ايضا هيمشي من النادي الاهلي. انا عارف، انا عارف كل الكواليس ديت، انا عارف، بس انا النهارده يعني مع احترامي طاهر ابو زيد ما يمشيش ليه؟ كابتن طاهر ابو زيد في عز مجده، بنتكلم بقى في عز مجده، ولكن احنا بنتكلم على سوء اداره يا كابتن احمد. ايوه سوء اداره، انه تحت قياده محمود الخطيب، مجلس اداره محمود الخطيب، انه هو للاسف هو باع عياله وباع نجومه وباع اولاده، ولكن في ايضا باداره الاداره السابقه للاستاذ محمود طاهر كانت موجود لاداره كويسه، وكانت في لعيبه وفي نجوم موجودين. اشمعنى الازمه الحاليه حصلت في ظل هذه الاداره؟ والله يا كابتن انا عايز اقول لك اتسال عنها، انا يعني انا مش موجود، مش طرف، مش مزنوقك على فكره، لا مش بتكلم معاك، انا مش والله، بس انا بتكلم على منظومه. انا يعني كابتن سعيد ما ينسى يحضر معايا، انا كراجل مثلا، انا كمدير فني، انا بقى مش هتكلم على بقى نادي، انا كمدير فني الفرقه ولاعب هيلو دراعي، يبقى انا ما ينفعش ان انا اشتغل. بالزبط. لازم انا اكون مجهز البديل، ان لاعب يجي يلو دراعي او يشتغل ان هو يضغط عليا، لا ما ينفعش كابتن. بالزبط. ما ينفعش يا محمد بيه، انا في منظومه، في بحترم، انا عملت لك سنه او سنتين، انت مثلا احمد فتحي عنده كام سنه؟ خلاص ده 35 يعني، هو 33 في 3 سنين. طب انا عملت لك سنه، عم تقبل بالسنه، وبعدين ممكن اعمل لك سنه ثانيه، وبعدين يعني وبعدين مش احمد فتحي، احمد فتحي راجل طول عمره موجود في النادي الاهلي، وحسام عاشور راجل متربي في النادي الاهلي، يعني ما ينفعش من النجوم دي. انا بصراحه زعلان من النجوم ديت، زعلان ان اي حد يتكلم اي كلمه على النادي الاهلي مش كويسه بامانه طبعا. يعني مع احترامي طبعا للنادي الاهلي، مع احترامي انا قلنا احنا يا جماعه والله البرنامج محايد جدا عشان بس اكون واضح معاكم، ولكن انا لا اتحمل على احد، انا اهلاوي وزملكاوي اسماعيلاوي ومصراوي، لكن دي الحقيقه على ارض الواقع، ان النادي الاهلي ان في بعض اللعيبه عنده ناس نجومه واولاده مشوا راحوا نادي انديه اخرى، وانا قلت الكلام ده وبقول احنا نصنع الحدث، دنيا الاحتراف تصنع الحدث. احمد شوبير عندك كل برامج الرياضيه بياخدوا من برنامج دون الاحتراف، والكواليس ان احنا طبعا لن نسال عن مصدرنا، الحمد لله لينا مصادرنا الخاصه داخل الانديه وداخل اروقه اتحاد كره القدم، عشان كده بتكلم عن بشكل واضح، بتكلم على الحقيقه. انا قلت على حسام عاشور ماشي فعلا ماشي، قلت الشريف كرامه هيمشي فعلا مشي، وبقول وليد سليمان ايضا هيمشي ايضا من النادي الاهلي. طيب ماشي يا محمد بيه، الناس هتمشي تمام، تمشي المفروض ايه البديل؟ يعني مع لا البديل الاهلي ما بيقفش على حد يا كابتن، الاهلي عمره ما بيقف على لعيب. الاهلي في عز يعني مع احترامي طبعا للكابتن الخطيب والناس اللي عطوا لي كانت موجوده، جه لاعب الزمالك، لاعب الزمالك باشبال وصالح سليم الله يرحمه ورحمه الله عليه، قال لك انا مش عايز دوري، بس ما ينفعش ان لعيب يلوي دراع نادي، لا النادي الاهلي لا ما ينفعش الكلام ده طبعا. طبعا مرفوض طبعا، مع احترامي طبعا لحضرتك، انا بصراحه ربنا انا احنا بنتكلم مع بعض، انا بتكلم حتى الكابتن حسام عاشور او الكابتن احمد فتحي او الكابتن وليد سليمان، انت لو انت هتمشي من النادي الاهلي ما تمشيش، مش لازم تقفل الباب يا اخي، يعني خلي الدنيا مواربه، ما انت هترجع تاني، ما النادي الاهلي ده يعني هترجع وهتبقى موجود في النادي الاهلي. امشي بالشياكه وامشي بكل ادب، افتكر السنين انا اللي قضيتها، وافتكر مين اللي عمل لي المجد بتاعي، ومين اللي عمل لي اسم، يعني مين اللي عمل لي اسم. والنادي الاهلي بعد ما يعمل الاسماء ويعمل اللعيب دوت ويخليه لعيب عالمي، ابتدي انا بقى اتشرط على النادي الاهلي؟ دي مش كوره، دي صراحه ربنا مش كوره. طب كابتن سعيد استني بصراحه كابتن سعيد نتكلم بقى كوره شويه. طبعا انا هطلع بقى بالنسبه لكره القدم، بعيد بقى عن بالنسبه لاكاديميه المقاولين، بالنسبه اللي انت شفت تصريحات احمد فتحي، وشفت طبعا تصريحات اللي فاتت بالنسبه للاعيبه كل النادي الاهلي، النادي الاهلي تحت قياده محمود الخطيب الاداره حاليا مش قادره تكون جديره ان هي فعلا تحافظ على اولادها. بص يا استاذ محمد، هو النادي الاهلي كان كبير اكيد جدا، اكيد طبعا الاهلي نقول عليه هو قمه تمام، وطالما اللاعب مش عايز يكمل خلاص هو ولكن نادي بيراميدز ما شاء الله على مصاريف معاه يعني تمام، واخد احمد فتحي هياخد وليد سليمان، واخد شريف اكرامي، وهنشوف بقى. وانا كنت اعرف ان كابتن احمد فتحي تواصلوا معاه لغايه 95% من طلباته حققها له اكيد، وهو مش عايز يكمل سليم فراح بيراميدز وغيره وغيره. واحنا دلوقتي قاعدين اهو، كابتن احمد محفوظ يمكن عارف الكلام ده، ان يومين ثلاثه ولا اسبوع ولا اسبوعين هتلاقي نجم كبير راح بيراميدز، واحنا قاعدين وهتصل بحضرتك اقول لك انا كنت قاعد مع حضرتك وحصل كذا 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 والنجم الكبير راح بيراميدز. طب كابتن احمد ليه ما حصلش مع نادي الزمالك كده؟ ان هو مش ماشي اولاده ولا نجوم، في سيطره اداره ولا في مستشار مرتضى منصور؟ ما انا بقول لك في سيطره اداره، ما انا طالما في سيطره اداره بنتكلم على سياده المستشار مرتضى منصور.
ولكن مش معنى ذلك ان مفيش سيطره في النادي الاهلي، لا في سيطره في النادي الاهلي. وزي ما قلت لك انا كلاعب كره قدم موجود في النادي الاهلي ما كان يعني اسمي انا ايه، انا رافض ان انا العب في النادي الاهلي واجدد مع الف سلامه، ما عنديش اي مشكله خالص، ما عنديش اي مشكله خالص حتى لو مش هاخد بطوله. ما ينفعش زي ما قلت لحضرتك، ما ينفعش ايا كان هو اللاعب مين يلو ذراع نادي اهلي، لا طبعا ما ينفعش. وطول عمر الاهلي كده يعني، طول عمره الاهلي ما حدش بيلو ذراع النادي او اي نادي في مصر، بتكلم على اي نادي في مصر، اي نادي في مصر ما ينفعش لعيب يلو ذراعه. انت شايف الفتره الجايه هيكون في دوري بالنسبه لكره اوروبا هترجع تاني، دوري الاوروبا هيرجع تاني، انت شايف ممكن كره القدم باذن الله تعالى تتعافى ومصر يتعافى من ازمه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله والدوري يعود من جديد ان شاء الله مشيئة الرحمن، بس الناس تلتزم، بس احنا الناس بس تلتزم عشان احنا الحمد لله رب العالمين احنا احسن من دول كتير كتيره ومتقدمه عننا. اكيد بالنسبه للفيروس الموجود احنا افضل من دول كتيره سبقانا في العلم، احنا افضل منها، بس الناس تلتزم عشان نعدي بسرعه. تمام. طبعا احنا بنتكلم بقى بكل صراحه حاليا دلوقتي، انت شايف ان شاء الله باذن الله ممكن المستشار او نقول الدكتور اشرف صبحي وطبعا حضرتك كره القدم خلاص يعني ان شاء الله باذن الله الازمه اللي هتعدي بتاعت رمضان وهنخش رمضان كل سنه طيبين، والدوري ان شاء الله باذن الله هيرجع يعود من جديد والبطوله هترجع تاني من جديد. وحضرتك بالنسبه للمقاولين العرب انت بتعمل استعدادات لشهر رمضان والناس فعلا ممكن تنزل الفتره الجايه تلعب كره القدم في رمضان، وانت شايف الدوري ايه؟ يعني هي لحد الان بصراحه ما فيش حاجه واضحه، لكن احنا بنتمنى من الله ان احنا الرجوع يكون بسرعه عشان نبدا الموسم، عشان نبدا الموسم، لان زي ما قلت لحضرتك فتره الاعداد بتحتاج وقت كتير قوي، لكن كدوره هيكمل انا على مسؤوليتي الشخصيه صعب، صعب جدا جدا. قول رساله توجهها ايه لكل الناس بتاعتنا اللي بتشوفك على التلفزيون دلوقتي؟ الناس تلتزم بالبيوت، تلتزم بالبيوت، تلتزم بالبيوت عشان نعدي المحنه دي بسرعه جدا ان شاء الله باذن الله. ايه الرساله توجهها لكل حبايبك؟ انا بشكر كل حد يتكلم عني بطريقه غلط بجد يعني، وبشكر برضو من مكاني هنا بشكر الدكتوره نجوى ابراهيم ان هي بجد ست مساندانه كعندنا في الهرم يعني، وحاجه كويسه جدا وحاجه مشرفه. وبشكر الكابتن حسن غرباوي ان خلاني في يعني واحد من ضمن او يعني ولاده في المنظومه. وبشكر الكابتن احمد محفوظ اللي بجد يعني يعني ده السند ليا هو كابتن مختار بجد. طبعا ربنا يخليك. طبعا كل سنه طيبين، بشكر حضرتك. رمضان على الابواب وكل عام انتم بخير، ويا رب الامه الاسلاميه كلها بخير والازمه تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر كابتن احمد محفوظ المشرف قطاع الناشئين اكاديميه المقاولين العرب فرع السعديه، اهلا بيكم نورتنا وشرفتنا النهارده في نجم دنيا الاحتراف. شكرا محمد بيه، شرف ليا محمد بيه. طبعا بشكر كابتن سعيد على وجودك النهارده معانا، اول مره تكون موجود معانا على الهواء. حبيبي محمد حبيبي، طبعا ان شاء الله باذن الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله يعني نلتقي على خير، وان شاء الله باذن الله الازمه دي تعدي على خير باذن الله تعالى، ويا رب احفظ مصر. شكرا لجو ميديا، شكرا للاستاذ محمد رمضان، شكرا للاستاذ تامر عبد المجيد، شكرا للاستاذ محمد الملكي، كل شكرا لكل القائمين والاستاذ محمد توفيق، شكرا لكل القائمين على قناه صحه وجمال والعاملين بيها. نلتقي على خير وكل سنه وانتم طيبين، ونقول لكم السلام عليكم.